شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بشهر كانون الأول ديسمبر من عام 2021؟ رح بلش بالأمور الإيجابية حتى أقول إنه الوضع المادي بعده جيد عزيز الميزان بهالشهر يلي بيسكن فيه مارس حتى تاريخ 19 بمنزل المال بالنسبة لإلك وهو العقرب، بعدين بينتقل بتاريخ 14 لمنزلك الثالث، يعني بشير لاتصالات ومغامرات مادية واجتماعية وبيأسس لآفاق جيدة وانتشار أوسع لمنتجاتك وأفكارك أو لأي أمر بتكون معني فيه. عظيم، منيح لأنه الكتاب رح ينزل على الأسواق، مش هيك؟ نزل الكتاب أو نزل بالأسواق وصار موجود كمان على الأبليكيشن، فيكم تشتروه عبر هالأبليكيشن يلي رح دايما نوافيكم خلالها بشي جديد. وبحالفك كوكب ميركور عزيز الميزان لتاريخ 13 بيغبرك بالوحي بالإلهام لأنه بالقوس بالإضافة للشمس وبيتناغم مع ساتورن وجوبيتر ببرج الدلو. هالطوالع كلها سوا بتحمل لك أجواء كتير حلوة، بس وجود فينوس بمربع مع برجك طوال الشهر يعني ببرج الجدي وانتقال ميركور بتاريخ 14 كمان لها البرج حتى يلتقي بالشمس ب22 بيحتم عليك التروي وعدم القيام بأي مغامرات خلال هالفترة نص الثاني من الشهر، كما بيقول لك ما تقوم باستثمارات ارتجالية وما تاخد قرارات غير مدروسة خاصة على الصعيد الشخصي والعاطفي لأنه بتعاني ربما من خلافات زوجية أو عائلية أمتين بالنص الثاني من الشهر. يمكن يجلب لك منتصف الشهر مشاريع وعروض جيدة ويمكن توقع على عقد أو تتحالف مع جهات فاعلة أو تبلش بتنفيذ مشروع خاص جدا، شرط أنك تتسلح بالصبر وتسابر بمساعيك بدون استسلام. أما الكسوف بمنزلك الثالث بتاريخ 4 يعني بالقوس فما بيضرك، بس بشير مثل ما قلنا بالأول لتغييرات وانتقال إلى موقع أو مكان جديد. بأربع شهر بحاكي هالكسوف كوكب ميركور يلي بيكون بذات المنزل يعني منزلك الثالث أي بالقوس، وبيعني وحي بيهبط عليك أو فكرة مثمرة جدا جدا بتنفذها وبتناقشها بكتير من الحماسة. هالكسوف لشو بشير؟ بشير كمان لتغيير بمؤسسات بتنتمي لإلها أو عمل مشترك مع بعض الأطراف. يمكن من الأفضل تتجنب بهالوقت السفر خاصة إذا كنت مقرب مثلا من أحد مواليد الجوزاء أو الحوت أو العذراء يلي بيأثر عليهم هالكسوف كما من مواليد القوس. انصحهم إذا أنت أصحابهم بالتروي لأنه هن بيحتاجوا لدعمك بهالأثناء. بالإجمال بتتوصل لإنجاز كبير وازدهار على الصعيدين المادي والمالي مع هذه الطوالع الفلكية المتحركة جدا بهالشهر الأخير. لا شك عزيزي الميزان أنك تصبو للحرية والاستقلالية بحياتك الشخصية والمهنية. العلاقات الاجتماعية بتكون أكثر دفئا بهالشهر من العلاقات العاطفية. هيدا ما بيعني أنك ما بتطلع على مغامرات حلوة ومشوقة ولقاءات عزبة، لا، بس أنت بحاجة حتى تدرس كل جديد بيدخل لحياتك وما تكون مستعجل أبداً لتقبل أي شيء. صرت على كل حال أنت تميل أكثر للتعمق بأي ارتباط حديث، بطلت مثل الأول مستعجل ومتحمس ومتسرع. أنت بحاجة للحوار والتفاهم والتعمق والتقارب والود. يمكن تطرأ أحداث غير كلاسيكية أو غير اعتيادية بتشوف ببعضها فرص مهمة لإلك إذا كنت عازب، بس بتميل أكثر للانتظار والتردد وبتحتاج لروابط عميقة لا مش لمغامرات عابرة بهالشهر. ما بدك السطحية. النص الثاني من الشهر بيكون شوي على الصعيد الشخصي بيعطيك شوية وعود، في خلافات ومناوشات وسوء تفاهم كمان، وهالشي بيفرض عليك الهدوء ومحاولة تفهم الآخر بدون تضخيم المشاكل.